لما نشرت مقطع أو مقطعين عن سبحة التراب اللي هي من تربة الإمام الحسين عليه السلام كثير أجت أسئلة وكذلك سواء على الخاص أو سواء بالتعليقات فحتى أختصرها أسوي لكم مقطع صغير الأسئلة هي كالتالي من أجيب هاي التربة من أجيب هاي السبحة وهاي السبحة تتكسر بسرعة وأقدر أسبح بها تسبيح الصلاة وأقدر كذا ومن أحصلها إخواني بكل بساطة تلقونها بكربلاء المقدسة أو أي واحد من عندكم يجي الكربلاء مو مو شرط أنت تجي سواء زاير اجا ذا انت بعيد زاير اجا وصي وموجوده اكيد بكل المحافظات بس تاكد من البائع قل له يابا هاي متاكد من انت جايبها من كربلاء يعني جايب لك اياها من من, من كربلاء حتى تكون من تربه الامام الحسين عليه السلام والسؤال الثاني هل هي من تربه الامام الحسين يعني من داخل القبر اكيد لا ما تتحصل كم سبحه وكم كذا وكذا وما ممكن ومنه يقدر يطب للضريح من جوه وياخذ تراب ويسوي به سبح ويبيعها اكيد لا فهي من تراب كربلاء المقدسه هاي السبحة من تراب كربلاء المقدس متوفرة بكل المحلات بكربلاء بقت أقدر أسبح بها التسبيح اللي هو مال الصلاة تسبيح الزهراء عليه السلام تقدر إذا متأكد من عدها ما يعني ما, 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 ما مكسور من عدها باعتبار بسرعة تتكسر سبحة طين فأنت تأخذها للبركة طب يعني وفق الروايات اللي سولفنا عنها اللي هو إذا درت السبحة الله يكتب لك بكل حبة ثواب 6000 حسنه ويمحى عنك 6000 سيئه ويرفعك 6000 درجه ويشفع لك او يكتب لك شفاعه بعدد هذني كلهن بكل حبه من عدها او روايه ثانيه كذلك انا ناشرها تقدرون تشوفونها فأخذها اخذها للبركه بهاي الطريقه اللي هي الروايه الثانيه اللي اللي اذا سبحت بتربه الامام الحسين سلام الله على الامام سلام الله عليه الامام الصادق عليه السلام يقول اذا سبحت بسبحه الطين الله يكتب لي بكل تسبيحة أقولها ثواب سبعين استغفار وإذا ما سبحت مجرد لزمتها الله يكتب لي بكل حبة تمر عليها إيدي الله يكتب لي ثواب سبع استغفارات فكلام طويل عنها على كل حال قلنا نلقاها في كربلاء المقدسة وللتسبيح إذا متأكد من عدها كاملة سبح بها ما متأكد من عدها كاملة أكيد راح يصير بها نقص ودمتم بخير والله يحفظكم إن شاء الله في أمان الله